بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة مرور عام كامل لعمل مديرية أمن درنة، نستعرض خلال هذا المؤتمر الصحفي أهم المحطات التي مرت بها المديرية منذ إعادة تأسيسها، مرورا بالعراقيل والصعوبات التي واجهتها وانتهاء بأهم الإنجازات. فبعد إعلان تحرير مدينة درنة من سيطرة تنظيم الدولة، وقعت مكونات المدينة سواء الإدارية والاجتماعية والأمنية والعسكرية ميثاق باسم ميثاق درنة. من أبرز بنود هذا الميثاق هو تفعيل كل المؤسسات الأمنية والقضائية والخدمية بهدف إحياء مشروع الدولة الغائب منذ سنوات. وقد كلفت من قبل المجلس المحلي المنتخب درنة كمسؤول للملف الأمني بقرار رقم 10 بتاريخ 17/10/2016، وذلك للتجهيز للعمل وتفعيل مديرية أمن درنة في شهر نوفمبر 2016. والتزاما بهذا الميثاق شكلت مديرية أمن درنة، والتي انطلقت برجال المؤسسة الأمنية من ضباط وضباط صف وعسكريين نظاميين بإمرة العقيد فايز منصور النويسري. وبعد هذا الإعلان التحق عديد الأفراد الغائبين على العمل، وبدأت مديرية أمن درنة في التحرك وسط ترحيب الأهالي، وهي ثمرة جاءت تتويجا لتضحية أبناء درنة بعد معارك استمرت شهورا لطرد تنظيم الدولة. باشرت مديرية أمن درنة في عملها، وأصبحت تستقبل كل عديد البلاغات وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الكاملة وتعمل على إتمامها بالصورة الصحيحة. وبعد أن أصبح عمل المديرية الأمن واضحا وجليا وحظى بقبول واستحسان الأهالي، وتوافد مواطنون من خارج المدينة لتقديم البلاغات في قضايا تخصهم داخل درنة، قامت عملية الكرامة بعرقلة عمل المديرية من عدة جوانب، من أهمها القصف الجوي للمقر الأول أكثر من 3 مرات والمتمثل في ميناء درنة، إيقاف رواتب الملتحقين بالعمل، توجيه تهمة الخيانة لكل الأفراد، وضع أسمائهم كمطلوبين في النقاط الأمنية، وإلقاء القبض على العديد منهم. وبالإضافة إلى إنشاء أجسام موازية لمديرية الأمن درنة في المناطق المحيطة بالمدينة، وصرف ميزانيات مالية لها، وذلك لتعطيل والتشويش على عمل المديرية الداخلي. إلا أن بالعزيمة والإصرار تواصل عمل مديرية الأمن. كما نشير على أنه بحسب ميثاق درنة قد وجهت الدعوة للجهات القضائية والقضاة والمسؤولين بالملف القانوني لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل عمل محكمة درنة، لتكتمل الدائرة الأمنية والقضائية لخدمة المواطنين. إلا أن ما حدث هو تهديد القضاة وملاحقة كل من أبدى تعاونه للعمل في هذا الجانب من قبل عملية الكرامة، وقد سجلت عدة قضايا اختطاف واحتقال بالخصوص، وكل ذلك لأجل قتل مشروع مؤسسات الدولة في درنة وإظهارها بالمظهر العاجز داخليا وخارجيا. وأمام هذا التعثر في الجانب القضائي نتيجة للممارسات وانتهاكات عملية الكرامة، فقد تعاونت المديرية مع مكتب دار الإفتاء بمدينة درنة ولجنة فض المنازعات التابعة للمجلس المحلي درنة، وبدورها تجدد مديرية أمن درنة دعوتها للجهات ذات الاختصاص في السلك القضائي والقانوني للعمل بكل طاقاتها لدعم مشروع افتتاح محكمة درنة وإنهاء العراقيل التي تواجه هذا الأمر. كما نؤكد أنه أمام هذا الانقسام التشريعي الحاصل في البلاد وتعدد الحكومات ما بين الوفاق والإنقاذ والمؤقتة، نؤكد بأننا نقف على مسافة واحدة من الجميع. فخصوصية درنة المحاصرة لها شأن خاص، فبعد إنهائها حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي سندعم أي حكومة يتفق عليها الليبيون وفقا للأحكام والقوانين المعدلة. والآن نتحول إلى العقيد فايز النويسري مسؤول مديرية أمن درنة، مدير مديرية أمن درنة، ليتطرق للجانب الأمني وأهم الأعمال للمديرية.